دقيقة 10:24 دقيقة ومرحبا طبعا بالأستاذ والضيف أستاذ والباحث كريم العابد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفة الطبيعية. السلام عليكم أستاذ. الله مرحبا، نهاركم مبارك الحمد لله. شتا مبروكة، الله يعمل بخير وبالتوفيق إن شاء الله. نعم، طيب الموضوع ديالنا إن شاء الله دائما غيكون هو البرد ونزلات ديال البرد بالنسبة للكبار وبالنسبة كذلك للصغار. اللي عندكم أي سؤال على 0522 36 10 36 أو 0522 36 0 35، يمكن لكم تسولوا الأستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفة الطبيعية على الموضوع دائما ديال البرد، كذلك عبر الاس ام اس على رقم 556. نذكروا بالقاعدة اللي كنا تكلمنا عليها كوقاية وكعلاج كذلك ديال البرد، ثم ناخذ ان شاء الله الاتصالات والاسئله ديالكم. تفضل استاذ. اذا ديما نزيد الزيتون ترقطوا فيها الثومه اللي عنده لا طونسيون مزيانه، والا تنديروا زيت زيتون بوحده تنشربوا معلقه جوج حتى لثلاثه حسب السن، وتنشربوهم على الريق ساعه قبل الافطار للوقايه، وساعه قبل الافطار للوقايه، وعند الاستعجال تنقطروها الا كان فيها الثومه مرقده، قطروها نشربوها وندهنوها للاستعجالات الاوليه. هذه زائله، ثم اما كاس الماء مغلي واما كاس الماء مغلي فيه جوج معلقات كبار ديال البصله، وتنشربوهم 3-4-5 د المرات انت تكون نزله. نعم. خصوصا نزله قاصحه. وتنحاولوا نستعملوا مع العسل او بوحدو. علاش؟ لانه الجهاز المناعي تعاود يشتغل، وانا اعتبر البصل احسن انتيبيوتيك حاليا لازاله كثير من العياءات، كثير من 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 مشاكل المناعه، وهكذا المناعه ترتفع بواحد الشكل كبير. ثالثا قيرب ديال الثوم مشوي، هادو اساسيين اللي نتعلموا نستعملوهم، هادو اساسيات اساسيه لابد منها، تتكون ديما معنا لاحظتوا خفيفه قريبه ميسره. ودابا عندنا كثير الناس اللي كان عندهم ضيق تنفس وعياءات وزكام، الحمد لله كانت نتائج كبيره. نعم، طيب سؤال عبر الاس ام اس على رقم 556 كيقول لك واش البصله والماء وقويلب ديال الثومه تاخذهم المراه الحامل؟ المرأة الحامل تاخذهم بدون مشكل، والمرأة الحامل بالعكس أنها محتاجهم، وكثير النجاحات تكلمنا عليها في هذا الاتجاه، بالعكس المرأة الحامل تاخذهم بالصحة والراحة. نعم، ناخذ اتصال مينا من دار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير. صباح النور، تفضلي. دكتور السلام عليكم. سعادة الله مرحبا. لاباس بخير. بارك الله فيك. يبارك فيك. وكنشكرك بزاف على الوصفات ديالك. مرحبا، هذا واجب. مرحبا. عندي وليد عنده 3 سنين و4 شهور، وكيمرض ليا بزاف خاصه في الفتره ديال البرد. والحمد لله ذاك العام جربت ليه الوصفه ديال زيت العود ودرت فيها الصوصه ديال الثوم وخليتها تقريبا واحد 15 يوم، بديت كنعطيها ليه، الحمد لله جات نتيجه. الحمد لله. مبروك. الحمد لله. الحمد لله. مابقاش كذب بعدا كيمرض بزاف، ولكن المشكله عندي انه ملي كينوض مع الصباح نيوفو كيبداو يكونوا دينا سايلين شي شويه. ايضا قطر له شويه ديال زيت الزيتون في النيف اللي فيها الثومه، ودوزوا لنا المركز يدير شي نحيلات ثلاثه وحده في النهار. مع الولد ان شاء الله. طيب نوقفوا سريعا سامو عبد العلي انوار الخاين. 10:34 دقيقه وناخذ اتصال اخر دائما في موضوع نزلات ديال البرد مع الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. ام ريان من اكادير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ام ريان، تفضلي. بارك الله فيك. لاله، بارك فيك بزاف على هذا البرنامج. مرحبا، كتفيدونا بزاف صراحه. اهلا وسهلا، شكرا بزاف بزاف. مرحبا، بارك الله فيك لاله. بغيتي، عندي جوج وليدات 9 سنين و4 سنين ونص. ايه. دابا في هاد ديما المهم في هاد البرد كتشدهم ليا الكحه. كنعطيهم انا الزيت العود، ولكن يمكن بالطريقه خاطئه، كناخذ الزيت العود كنديرها في الكاسرونه وكنقطع الثومه كنسخنها عاد كنعطيها لهم الا بغاو ينعسوا. يمكن. ودابا عندي وليد هذا العام بدا تيحكني في وقيله بدات فيه الحساسيه. نعم. قلت يمكن الحساسيه الا كان ممكن يعطيني دكتور شي وصفه، وبغيت نسول على الفوائد ديال الفطر الهندي اذا كان ممكن. واخا، شكرا حبيبه ديالي. شكرا، صباحكم مبروك. شكرا، الله يبارك فيك ام ريان، بارك الله فيك. ناخذ حنان من طنجه، نحلوا هذا الاتصال ومن بعد نرجع نجاوبوا. حنان السلام عليكم. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا، تفضلي. انا عندي بنتي عندها 3 سنين دابا. نعم. وهذا العام تقريبا كامله في الشتاء وفي الصيف كتمرض ليا بالكحه بزاف. نعم. وبالاخص بالليل. نعم. كتبقى تكح بزاف، هذيك الكحه خاويه حتى كتبغي ترد. نعم. وديتها للطبيب عن اختصاصيه الحساسيه وقال لي انا دار الراديو انها ما فيها والو، والتحاليل الحساسيه قال لي ما فيها والو، غير البرد غير الحساسيه عاد بادياها. ودرت لي هذيك الوصفه ديال العسل والبصله كانت عطات نتيجه في نهارها، ولكن من بعد ما بقاش كتقضي فيها حتى حاجه.
نعم. ودابا تندير ليها الصانوج زيت الصانوج زيت الحبه السوداء مع الصانوج هكا مدقوق والعسل الحار كيعطيها شويه واحد النتيجه وبغيت نعرف واش هاد الوصفه صحيه ولا لا. الصانوج معياش؟ نعم الصانوج معياش كديري؟ مع العسل مع العسل العسل وشحال المقدار؟ واحد الضايه كما راس المعقه من الليل. طيب حنا المقدار صحيح غنشوفوا مع الاستاذ كريم العبد العلوي. شكرا لك حنان الله يشافي البنيات. نجاوبوا بعد ام ريان بالنسبه للوليدات ديالها. الوغ ديما الزيت الزيتون ما تبقاش تسخنوها ما خصهاش تقيس العافيه باش ما تضعفش. الى سخنتيها استعجالا غير عافيه خفيفه مع الثومه للاستعجال لا باس، ولكن زيت الزيتون ديما نرقدوا فيها الثوبه 100 غرام في الايترو مزيان ونحاولوا تكون عندنا موجوده نقطروها نشربوها وعطات نتائج باذن الله. راكم سمعتوا الناس اللي نجحوا. ثانيا ديما خذوا القويلب ديال الثومه قربيع ثلاثة المرات في النهار، هذا كله تيرفعوا المناعة. القويلب الثومة كيف هضرنا عدة مرات أنه ملي تنديروه قويلب الامتصاص يكون سهل في البلاصة ديال الامتصاص اللي هو المصارن، وثانيا المناعة ترتفع بشكل كبير. وعاونوا بالماء والبصلة حمام غسلوا له ومن بعد ملي تكملي تغسل له كبطوا مزيان ولبسوا مزيان خليه يمشي يرتاح. هذا جانب. الجانب الثاني تسوينا بعدا كنشويوها بالقشرة ديالها. القشرة ديالها ضروري وإلا غادي تحرق. غادي ربيع ونديروه ربيع وتنديروه كل ثلاثة أربعة سوايع. حاجة أخرى ديما الوليدات عطيهم البيض البلدي مزيان، الفول البصارة مزيان، زراعة كتان زنجلان نافع مزيان، المحلبة مطحونة مع شوية تزيدوها مع الماكلة مهمة بزاف، القطاني كلها مزيانة مع الثومة وزيت العود. حاولوا تعطيهم وعاونوا وما تبقاش واحدين أمام الظاهرة، لذا أنه العمل خصو يمشي ثلاثة أسابيع أقل شيء إلى خمس أسابيع مع المتابعة نعطيكم حسن الاستعمال. نعم. طيب ناخذوا او نجاوبوا على حنان كذلك. لا بعد سؤال اخر ديال حساسيه النيف اللي بدات كتبدا ليها في الوليد نفس الوصفه. حساسيه قريصه النحل مهمه جدا. قريصه قطيره ديال زيت الزيتون ملي تجي ينعس مع فيها الثومه وحتى في النهار جوج ثلاثه المرات ماشي مشكل. هادو كلهم مهمين. والفوائد الفطر الهندي؟ الفطر الهندي في انزيمات كثير بالنسبه للناس اللي ما تيهضموش مزيان. ثانيا انه تيعاون على راحة الأمعاء إذا كانت عياءات خمائر غازات تعفنات مهم. كذلك أنه الامتصاص ديالو تيكون مهم جدا ففي بناء العظام حسن الاستعمال حسن الامتصاص ديال الكالسيوم وعدة مواد صحية هو مفيد. بالعكس الناس يستعملوه فقط غير حنا ملي تنكونوا في ان ريجيم معين أو استعمال وصفة معينة ما تنفضلوا ما تنستعملوش الحليب ما تنصحوش به بزاف. أما هو مفيد إن شاء الله صحي ولكن ممكن نوعوا إلى ما كانش الفطر الهندي نستعملوا الرايب استعملوا اللبن استعملوا هذه المشتقات الحليب اللي مصوبه بطريقه بلديه لا باس. نعم. بالنسبه لحنان بنيسه عندها 3 سنين كتعاني بالكحه خاويه. اذا زيت الثومه مزيانه تنقطروا تنشربوها تندهنوها مع قويلب ديال الثوم مهمه. وفي الكحه تعلموا تعطيوا الوليدات عرق صوص مع شويه ديال الماء او شويه القرفه مع شويه الماء والعسل او شويه سكينجبير خفيف غير راس المعلقه مع شويه الماء والعسل. هادو كلهم عندهم فوائد. او شويه ديال الزعتر هادو كلهم مزيانين. فقط ديما ننتبهوا الراحه والتنفس ديال الوليدات بدات تعطيهم البيض البلدي مزيان في البرد وتيبني الرئتين. اذا خصنا نتعلموا نعالجوا الالتهاب ونبنيوا الرئتين اذا تمشوا بين هاد 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 العنصر اللي هما اساسيين باش حتى ان شاء الله البناء يكون مزيان. لذا بحال السانوج اللي تستعملوه استعملوه بكميه قليله بحال راس معلقه مع شويه الماء والعسل لا باس. وتستعملوا مره جوج مرات في النهار ما تكثروش. اما عرق صوص او شويه الزعتر لا باس نستعملوهم ولو ثلاثه اربعه المرات. اذا كل حاجه وعندها المقادير ديالها. نعم. بالنسبه للاستعمال ديالها السانوج والعسل مقادير مضبوطه. البنيسه عندها 3 سنوات. 3 سنوات من الافضل ما تعطيهاش السانوج. نعم. تعطي عرق صوص او شويه القرفه غير راس معلقه تاهما او شويه الزعتر مع العسل يكون افضل. وتعلموا تعطيهم زيت الزيتون يكون افضل بكثير. نعم. طيب نشوفوا اتصال اخر. دائما اتصالاتكم على 0522 36 10 36 36 05 36 عبر الاس ام اس كذلك على رقم 5566 جلدرام تي تي سي. عبد الرحيم من اكادير السلام عليكم. عليكم السلام اختي صباح الخير. صباح النور تفضل سيدي. بارك الله. بغيت نسول الدكتور عافاك. انا عندي الحساسيه ديال الانف. ديما الانف ديالي مسدودين. نعم. خصوصا في هذا الوقت ديال البرد. نعم. ديما مخنوق ديما مكرفس ديما معدل. نعم. عندك ثلاثة المواد الأساسية سي عبد الرحمن. أولا قويلب ديال الثومة مشوية
غادي دير نص مع 8 الصباح ونص مع 9 الليل تتشويها وتقسمها على جوج، والنص اللي تستعمل في الصباح استعملو طري، والنص اللي تستعمل في الليل خليه في زيت الزيتون حتى الليل واستعملو. ثانيا البخار ديال الزير او بخار ديال الزعتر او البخار ديال الخزامه مثلا استعملو جوج ثلاثة أربعة المرات مع سكينجبير تنفيحة، هادو كلهم ان شاء الله غادي يخويو الكنيف ما يخليوش فيه هاد النوع من التراكمات. بصحة وراحة. بدر من السمارة، السلام عليكم بدر. السلام. تفضل اسيدي. بغيت نسول الدكتور دابا نيفيتي شي بالماء. نعم. وانا سولت قالوا لي هذاك شرب الماء كل صباح على الريق. نعم. مزيانه هذه الطريقه. واخا نشوفوا الاستاذ اش كيقول في هذه الطريقه. هو شرب الماء على الريق في الصباح، فرق انك تشرب الماء والعسل، انك تشرب الماء بعديني بوحدو او تشرب الماء مغلي، والفرق بيناتهم ما هو؟ الا شربتي الماء والعسل فالجسم تيتقوى وتيتقوت وتيستفد وتبني مناعه وصحه، اما الا شربتي الماء معدني بوحدو فهو يقدر غادي يرويك من جهه ويقدر يحيط لك بعض الاملاح بشكل خفيف، لكن الا خدتي الماء مغلي فالسرعه ديالو 1000 مره مما هو عليه الماء معدني، فغادي ينزل كثير من المعادن، كثير من الامور اللي مهمه الجسم محتاجه باش يستافد منها في ذاك الصباح. فبالعكس حاول تاخذ زيت الزيتون او تاخذ الماء والعسل او تاخذ عصائر فواكه خضر، غادي يكون افضل واولى حتى انك جسمك ان شاء الله يستفيد. هذه من جهه، من جهه اخرى دير البخار ديال الزيت بحال اللي عطينا الاخ اللي قبل منك، ودير قريصه النحل في القمقم تاع النيف، وان شاء الله تكون الصحه والراحه والحساسيه ما تبقاش ان شاء الله ما يكون باس. امل من الرشيديه، امل السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا تفضلي. الله يبارك فيك بارك الله فيك، شكرا على البرنامج. مرحبا. عفاك دكتور بغيت نسولك. نعم. عندي واحد البنيه عندها عامين ونص وكتعاني بزاف من الكحه. اديتها عند الطبيب خرج لي الدواء في التالي دابا خرج لي الرابوز وكنديروا لها واخا داكشي مازال عندها الكحه. دائما فوقيت البرد. دابا حيت كاين علاج للالتهاب واحد وكاين اعاده بناء الرئتين من جهه ثانيه، اذا فتعلموا تعطيوا الوليدات البيض البلدي مزيان، واحد مع الفطور واحد في العشيه مسلوق بالطبع مع زويته وياكلوه مزيان. ثانيا تعلموا تعطيهم الحسوات الشعير ولو سن سنتين ثلاثه سنوات، غادي يكون مهم مع شويه ديال زويته والثومه. حاجه اخرى هو هذه الحلبه من نبته كيف هضرنا عليها تنبتوها تحلو مع شويه ديال الليمون او شويه ديال التفاح او شي حاجه شي فاكهه عزيزه على الوليدات وتعلموا تشربوها لهم. اما زيت الثومه تقطيره وشراب ودهن هذه ثلاثة أربعة مرات في النهار، الصباح ملي تفيق في الليل ملي تجي تنعس وفي النهار ملي تحس عندها هذاك الاستعجال فهي أفضل 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 ما كاين. نعم. حليمة السلام عليكم من وجدة. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكل الدكتور. مرحبا. مرحبا. عندي حساسية الأنف والكحة ما كطريت كنبقى نكح نكح حتى كنخرج معها الدم. ما شاء الله. نعم. وأنت النيف كنخرج منه الدم. اذا حاول تاخذ زيت الزيتون فيها الثومه على الريق ثلاثه المعالقات ما تفطرش من بعد ساعتين ونص ثلاثه السوايع، ومني تجي تنعس وخذ البصله ثلاثه المعالقات كبار مع ثلاثه المعالقات ديال العسل السدره مثلا ترقد نص ساعه خذها خمسه المرات في النهار مثلا مع السبعة ونص ديال الصباح والعشره والعشيه مع الربعه سته ونص وتسعه الليل، حاول تستعملها وقلب ديال الثوم هادو مهمين، وهذا الاسلوب هذا تاخذه خمسه الى سبع اسابيع ان شاء الله تكون نتائج كبيره ان شاء الله ما يكون باس. طيب سؤال اخر دائما عبر الاس ام اس على رقم 5566 كيقول لك عندي ولدي عنده خمسه اشهر ضربوا البرد ولكن برا ولكن بقى تيكحب شنو ندير ليه؟ تعطي حمام ديال البصله تغلي شويه الماء دير في عصير البصله وتحممه ممكن مره ممكن جوج ممكن ثلاثه المرات، قويلب ديال الثومه نصيص ربيع ثلاثة مرات في النهار 8 الصباح 4 العشية و 9 الليل، وثم زويته ديال الثومة تقطيرة شراب ودهن، إن شاء الله هادو أمور جيدة جدا ولاحظتي الناس كثير اتصلوا فعطات نتائج ومعين لك يضربوا البرد أو يكون كوغوندير. نعم. طيب سؤال آخر دائما على الرقم 5566 بنتي عندها حساسية ديال النيف كندير ليها البرا باش ما يضربهاش البرد ولكن ما كتشدش ليها كتمرض وكيعذبها بزاف كيمحنها شنو ندير لها؟ إذا زيت الثومة كيف هضرنا مع قلوب ديال الثومة غسيلة وعسيلة ثلاثة د المرات
لهذه المرحله الانتقاليه تكون ان شاء الله مناعه كبيره كبيره جدا. اذا لاحظتي انه كثير من هذا النوع من امراض البرد ونزلات البرد غادي خصكم تكونوا عندكم هذه الاساسيات اللي هضرنا عليها، وما تخليوش راسكم بعادين 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 من هذا النوع من هذه المواد الجيده، لانه اما تنعالجوا واما تناخذوا الوقايه وتنكونوا في المستوى ديال في النزله تكونوا في مناعه كبيره، واما من تنمرضوا تنعالجوا عاجلا وتنكونوا في المستوى ديال العلاج اقل شيء 3 إلى 5 أسابيع كبدايه اولى، ولكن اللي ما ديروش تخليوا لهاد الامراض اللي ممكن الرئتين يلتهبوا وغادي يبقاو الرئتين تياكلوا في العصا وتتالموا، وهاد اخطاء ما نطيحوش فيها ان شاء الله تعالى. سؤال اخر يقول لك انا كيشدني الزكام او شدني الزكام هادي عام، مشات لي حاسه الشم والذوق، عافاك شي وصفه طبيعيه الله يجازيك بخير؟ هو قريص النحل تيرجع الحاسه ديال الشم، والغريب في الامر هو الناس كلهم اللي عندهم الحلق نشف او الدفال لا ساليف ما تت اني با سيكريتي ما تتفرش في الفم عن طريق لا ساعه النحل جهه تحت الاذنين والحلقم، ثم عند الانف وجهه الاذنين. الحمد لله تنستطيعوا اعاده بناء حاسه الشم من جهه وحاسه الذوق من جهه ثانيه، ثم حتى اللعاب تعاود يتفرز بشكل صحيح، وهكذا ديما خصنا نكونوا مع الطبيعي حتى نكونوا في المستوى ديال نعم. الصحه والراحه. ومريان من الدار البيضاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفت بغيت نسول الدكتور على البرد، كيضرني كيجيني الوجع بزاف في وقيتات البرد، كيعطيني الالم، كيعطيني الالم الظهر. نعم. كيجيني الزكام بزاف. اذا راه تكون تكلمنا في هذا الاتجاه هذا، حاول ديما التقويلب ديال الثومه تكون عندك مشويه، نصيص مع 9 الصباح نصيص مع 9 الليل، وحاول ديما تاخذ بخار اليزير او بخار الزعتر او الخزامه، الاعشاب اللي توفرت عندك موجوده، فيركزوا ديما على اعشاب تكون متوسطه الفعاليه بحال الشيح مجهد، الزعتر يكون افضل، بحال اليزير مزيان، ولا اختيو الخزامه او اختيو مثلا اعشاب بحال وراق الزيتون هما خفافين. اذا سيروا حسب الحاله ديال 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 التعفن او ديال الالتهاب او ديال الزكام اللي عندكم، وكونوا على يقين الطريقه البسيطه راه ممكن نعقدوا الوصفات حنا تنبسطوا حتى تكونوا ان شاء الله في المستوى ديال العلاج، وكل ما كانت الوصفه ابيتوال مالوفه بحال الزيت والثوم والبصل والعسل النفسية تتكون واحد الانسجام كبير والاقبال تيكون افضل، حتى لو قلنا لكم خذوا 5 6 7 مرات تتكونوا اقوى ان شاء الله. نعم. سناء من اكادير، السلام عليكم. سناء سناء نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. عافاك عندي تساؤل. نعم كنسمعوك، تفضلي. عافاك بالنسبة للبرد، أخت الحالة كانت عندي نعم نفاس، هو البرد في البر كيضرني ركبية بزاف. نعم. وما كنقدرش كاع نتمشى كاع نهائيا. طيب هذا ربما موضوع آخر ما كيتعلقش بالجهاز التنفسي وكذا، كيتعلق بالأمراض ديال العظام، وربما تنفعنا فيه أكثر الدكتور حسن عزمي اللي كتكون معنا غالبا كل ثلاثاء على أيا إن شاء الله إلا كانت تنفعكم أكثر، ولكن لماذا كوصفة طبيعية إلا الأستاذ عنده شي فكرة، رغم أنه هو كيفضل يعني يكون تشخيص مسبق بالضبط أشنو كاين، ولكن ما نعرف بحال هذه الحالات اللي كتكون من البرد يعني. القاعدة عندنا في الأمراض الروماتيزم، المواد الحيوانية تتعب المفاصل وتتعب تغلب على الالتهابات، فأحسن المواد الحيوانية إلا كانت الحالة الجسمية ضعيفة هو السمك، ومن الأفضل يكون سمك أبيض في هذا الاتجاه هذا، ممكن نعطيه السردين في حالة ما الجسم يتحمل كاين اللي عنده كوليسترول أو الكبد متعب تنتجنبه، إذا يكون سمك. ثانيا زيت الزيتون تعطي أوكسيجيناسيون هائلة جدا، الأوكسيجيناسيون ديال الأوكسيجيناسيون عن طريق زيت الزيتون فكلها مهمة ضد الالتهابات، إذا فتنعاودوا نجدوا الدورة الدموية، تنجدوا القنوات الدمويه، وتنعطيو تدفق هائل متميز ديال الدم عن طريق حسن استعمال زيت الزيتون. كاينين الناس اللي كانوا ظهرهم عوج والالم وسنوات، ومن بدا ياخذوا زيت الزيتون بالطريقه اللي ذكرنا على الريق 2 ساعة قبل الافطار، من بعد 3 أشهر سمع
من بعد 3 أشهر استطعنا على أنه الألم ديال الظهر والعياءات ما بقاش، والناس بدأوا يقدروا يوقفوا وقفة طبيعية بدليل القدرة على حسن استعمال زيت الزيتون بالقدرة ديالو ديال الأكسجيناسيون ديال الدورة الدموية، فأعطى نتائج كبيرة جدا. تعلم تستعملوا الماء والبصل والعسل 5 إلى 6 مرات في اليوم، أنه تنقي الجسم، الدورة الدموية تنقيها وتعطيك واحد ضبط الالتهابات بواحد الشكل كبير، وهذا كله تعاون كذلك على الالتهابات. هذو مادتين تهلاو فيهم وخذوا، حيدوا الحيواني الا السمك والخضار الخضراء، ان شاء الله بين 3 أشهر و6 أشهر تتكون مناعه قويه، وفي هذه الفتره البرد تجي تاخذ هذه المواد وبدا تحس بواحد الراحه كبيره وحسن المتابعه، يكون ان شاء الله نتائج متميزه ان شاء الله. كنشكرك بزاف الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. حلقتنا اليوم تكلمنا فيها اكيد على النزلات ديال البرد ومن طبيعه الحال الوصفات اللي كان عطانا سواء الوليدات الصغار ولا حتى الكبار، كاينه على صفحتنا على الفيسبوك اسره سيو شاد اف ام. شكرا لك استاذ.